برنامج فن. ضيفة حلقتنا اليوم الفنانة فاطمة الطباخ، ونبلش معاها بأغرب موقف. أغرب موقف مع معجب أو معجبة، يعني دائماً الناس تربط بين المسلسل وبين شخصيتي، فتلاقين على طول هجوم يجون يعاتبوني على شخصية يمكن أنا نسيتها سويتها بمسلسل. يعني وفي ناس تسألني مثلاً من وين اللبس الفلاني ولا الشغل الفلاني اللي كنتي شايلتها، ولا أنا وين أتذكر ما أتذكر طبعاً، بس يعني حبايبي لازم أجاوبهم، لازم يا شريرة. شريرة يعني ليش كذي تسوين بفلانة، أو ليش ما تزوجين بنتك، وليش كلها أنتي ما تخلين الحبايب يتزوجون. شو أسوي بعد، الكاركتر عاجبني فلازم أسوي، بس كل كاركتر مختلف عن الثاني. وأنا طالعة من الفندق، تعرفين يعني مو كل حياتك تكون للعامة يعني، فلقيت واحدة قاعدة بالسيارة ومبطلة باب الفان وقاعدة تصورني. زين كاية فلانة الفلان، فيعني عرفتي شوي شيء ضايق يعني. فأذكر كان يقول لي روحي قولي لها يعني خل تمسح الفيديو، أنا مو مشهور يعني أنت كيفك. فقلت لها لا فشلة. فبعدين قلت لها ولي عافيك بس أشوف الفيديو اللي صورتي، كان قلتي لي كان استأذنتي مني يعني أنا ما راح أقول لك لا. فهذا اللي صار بس، وكانت حبوبة يعني المرة وتعاونت وياي صراحة. يعني يضايقني موضوع أن أنت تصوريني بدون ما أدري، وخاصة ما أكون باحتفال أو شيء فني يعني بالحياة العادية، هذا شيء وايد يضايق. ما أدري يعني يوني يسلمون مثلاً أو يبي يوقف يصور يطلب التصوير يعني، وأنا أكون مع أهلي أو مكان. ساعات أكون مثلاً بمطعم توني باكل أول لقمة، تجيني واحدة ما خايف أصور، طيب أوكي راح أصور بس ما يخالف أكل أكلي لأني ميتي من اليوع. تصير يعني كذي سوالف عرفتي. بالعكس ساعات أهد أكلي وأصور وياهم عادي يعني، بس أنا في بعض الناس يعني من كثر ما هم مستانسين وشايفينك وهذا خايف لا تروح اللحظة منهم، ما يختارون الوقت الصح اللي يصورون مع الناس مثلاً المشاهير أو الفنانين فيه. أجمل موقف صار مع فنانتنا؟ أجمل موقف مع معجب أو معجبة لما كنت بالطيارة مرة، كنت رادة ما أدري أي سفرة، بس كانت في وحدة توها متابعة لا موسيقى بالأحمدي، وكنت طالعة بدور كوثرة، فقالت لي قاعدة أكلم المضيف إني أبي أغير كرسي أو شيء، كانت تقول تعالي عندي يا الثروة القومية. حسيت يعني التعليق كان وايد يضحكني صراحة. هذا كان بطيارة. اليهال ردت فعلهم وايد حلوة صراحة، أحبها دائما. مثلا المسرحية الأخيرة اللي قدمتها آشمان، فيسألوني الله لبسك حلو، مثلا أكون أنا مصممة مثلا الأزياء أو شيء كذي، فتمثيلك حلو، يقارنون يعني يوني بالشخصية اللي أنا قدمتها، نجيبة العجيبة ولا كوثرو ولا كذي. فمواقفهم حلوة صراحة المعجبين، وخاصة الأطفال يعني يونج بنقاوة يقولوا إيش تعليق. هدايا الفانز، أنا ما تهمني قيمة الهدية صراحة اللي يقدمها المعجب أو المعجبة، يهمني العنوة اللي 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 يعني خصوني فيها. إنزين، فالأشياء اللي تكون مرتبطة بأعمالي وكذي وايد تعجبني صراحة، وبغض النظر عن قيمتها، بس أغلى هدية صراحة أنا حصلتها بالدنيا كلها كانت من أبوي الله يرحمه. هذا هو أغرب تعليق ياها. مو معجبين هما، يعني في ناس مثلاً يشوفونك مشهورة زين، يعني يحسبون كل المشاهير يسوون أي دعاية زين، فيدش لك واحد أنا معجب بيكي زين، بدون ما أبي أقول اللهجة زين، بس يا مدام تسوين دعاية حق مبيد حشري، شان سوون مبيد حشري ليش؟ زين ما أدري يعني شنو تبيني أسوي لك، يعني شلون أمثل لك الدعاية مثلاً؟ أمسك نعال يعني أطق.
زهوي قدامي ولا انا ماني عارفه الصراحه. اعطوني حل حق هالمواضيع. ولا تي وحده الحين انا قاصه بوي يعني لتفتين شعر عندي، ما يخالف تسوين دعايه حق زيت شعر؟ زي انا ما عندي شعر، شلون اسوي زيت شعر؟ ماني فاهمه يعني، في حدث العاقل بما يعقل. وانتهت حلقتنا اليوم، اشوفكم باكر بحلقه جديده مع ضيف جديد. باي باي.